السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان في الحياة المتسارعة المتقلبة لا شك أنه يمر بمجموعة من المحطات في حياته اللي يحتاج فيها إلى أنه يعيد النظر ويفكر ويحتار، وربما لا يستطيع أن يختار، يستشير، يستخير، يتردد، يتذبذب. كيف يستطيع أن يتعامل الإنسان مع هذه اللحظة؟ الإنسان في بداية حياته يعيش حياة نمو طبيعي، يعني يمر بمرحلة الابتدائي، بعدين يمر مرحلة المتوسط، بعدين يمر مرحلة الثانوي، بعدين يعني تزداد الحياة تعقيدا مرحلة الجامعة، تعقيدا من حيث وجود أكثر من خيار يجب أن يختار. مرحلة الثانوي في أول ثانوي وين يروح أي تخصص، بعدين يجي الجامعة يجد فيها تخصصات أكثر، فيبدأ عملية يعني التشتت والحيرة تبدأ في هذه المنطقة تقريبا. ما قبلها كانت يعني الأمور أكثر يعني بساطة، مسألة أني أختار الجوال هذا ولا هذا، السماعة هذه ولا هذه، المعهد هذا ولا هذا، المركز هذا ولا هذا، ماذا أختار، ماذا أشتري، ماذا أقول، يعني هي ليست خيارات ذات أثر جوهري وامتداد في حياته. لكن مجرد ما يخرج الإنسان من المرحلة الجامعية لا تبدأ يعني خلينا نقول الخيارات في باله وأمامه بشكل متعدد، ما يدري وين يروح وش يسوي. لذلك في هذه الحالة، في الحالة هذه حالة التيه والحيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن أبي طالب وهو في ذلك الوقت كان شابا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زي وزيك مرحلة الشباب يعني، فقال له يا رسول الله علمني حديثا أو دعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. إيش معنى أهدني وسددني؟ طبعا حتى يذكره بهذا الحديث ولا ينساه قال له تذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. كيف هداية الطريق؟ بمعنى أنك أنت الهداية أنك تسأل عز وجل اللهم اهدني، يا ربي هذا الطريق أحسن ولا هذا أحسن ولا هذا أحسن ولا هذا أحسن. إحنا ما ندري، ترى قد نجد أن ذلك الذي يبرق ونعتقد أنه ذهب قد يكون هذا الذهب هو من يكبل حياتنا، نحن لا ندري ولا نستطيع أن نبوء ونحيط بكل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كل لحظة سواء قرارات كبيرة أو قرارات صغيرة نسأل الله عز وجل الهداية، يا ربي هنا ولا هنا، يا ربي هنا ولا هنا، يا ربي اكتب لي الهداية، اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني. دائما إنسان يسأل الله عز وجل الهداية. طيب ما معنى السداد؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السداد معناها ترى بعض الناس يهدى ولا يسدد، بمعنى أنه يدل الطريق، يقال له هذا الطريق هو الأفضل لك لكن لا يبلغ آخره، لا يسدد، لا يصيبه بشكل صحيح. ولذلك يسأل الله عز وجل الإنسان، الله يسأل الإنسان الله عز وجل ويقول اللهم اهدني، يعني أي طريق الصح، ثم يقول وسددني بمعنى اجعلني أصل إلى ما أريد. هذه من الأدعية التي لا يجب أن يفتر لسانك عن ذكرها دائما، إذ الإنسان دائما في حاجة الله عز وجل. إذا وجدت في نفسك توتر وخوف وحيرة وتردد تذكر هذا الدعاء اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر سددوا وقاربوا، بمعنى حاول أنك على الأقل إن لم تصل إلى الهدف بشكل دقيق على الأقل أن تكون قريبا من سدد وقارب. لكن ما يصير توقف هنا وما تدري وين تروح وتهدى أو تذهب إلى طريق غير صحيح، لا، والأسوأ أنك تصل إلى غايتك في هذا الطريق غير الصحيح، هذا من الخذلان. لذلك يسأل الله عز وجل الهداية والسداد، وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد الرمية أو السهم. ودائما عليك بالاستخارة، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ثم رضني به. أحيانا أنت تختار شيء ويختار الله عز وجل لك ما هو خير لك، لكنك أنت ضيق صدرك لأجل هذا الباب الذي أغلق ليفتح الله عز وجل لك قصور بعد ذلك من رحمته وكرمه وفضله. لماذا؟ لأنه الوهاب الكريم سبحانه وتعالى الذي يعلم ونحن لا نعلم. وقد يرد على الإنسان سؤال، ليش الناس ما تقدر توصل إلى آخر شيء؟ ليش الناس بعض الناس نفسها قصير ولا تستطيع أنها تصل بعد أن هدى الله عز وجل الطريق الصحيح لكنها لم تسدد أو لم تبلغ ما تريد في هذا الطريق؟ ابن القيم له عبارة جميلة يقول وتخلف الكمالات إما من عدم بصيرة أو من عدم عزيمة. كيف من عدم بصيرة؟ يعني هو ما يدري
عاقبة هذا الطريق ما هي؟ العاقبة الجيدة لهذا الطريق، يعني حتى يكون عنده عزيمة وإرادة ورغبة في أنه يبذل الجهد ويكون مستعد لدفع الثمن ليحصل على هذه النتيجة. فعدم البصيرة في بداية الطريق تجعل الإنسان لا يصر ويتخاذل ويتكاسل ويتثاقل. لذلك من الجوزي يقول: من تبصر، يعني شاف اللي قدام، تصبر. خلاص أنا عارف شو بصير عليه وأنا عارف شو بأوصل له، ولذلك يعني أتصبر بقدر تبصري بما سأصل إليه. فنرجع لابن القيم: إما من عدم بصيرة يقول، أو من عدم عزيمة، يعني هو ما عنده بصيرة شو بيصير عليه أو ما عنده عزيمة. العزيمة مشكلتها وين؟ كما يقول ابن القيم: والعزم عنده نوعان، عزم على الدخول في الطريق وعزم في حال المسير إليه. عزم في الدخول، يعني هنا في ناس يتردد، هنا أدخل ولا ما أدخل، أكمل ولا ما أكمل، أواصل ولا ما أواصل، أبدأ ولا ما أبدأ. عزم يعني في إشكالية في البدء في الطريق والدخول في الطريق. وهناك إشكال عند بعض الناس أنه إذا بدأ لا يكمل، أنه إذا بدأ لا يكمل. لذلك حتى في علم النفس هناك ما يقسمون الناس إلى إنسان ابتدائي له مشكلة في البدايات، وهناك إنسان انتهائي، بمعنى عنده مشكلة في النهاية، في إنهاء بعض الأمور. بعض الناس يزمل ويقلق ويتوتر أنه يبدأ في شغلة، ولذلك هم يسوفون كثيرا وينتظرون على رصيف الحرماني طويلا. وبعض الناس لا، ما يهاب البدايات لكن نفسه قصير عن بلوغ النهايات. هذا ما ذكره أو قريب منه ابن القيم رحمة الله عليه. لذلك أختم وأقول: إذا أنت في مراحل نقاط التحول هذه في حياتك، اسأل الله عز وجل الهداية والسداد إذا شعرت بالحيرة. طيب، إذا شعرت باليقين وأنك قوي وتقدر ووخر عن طريقي، لا لا لا، تذكر حاجتك لله عز وجل وقل: اللهم لا تكلني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حتى لا تتعاظم نفسك فيكلك الله عز وجل إلى نفسك ثم تخذل. ولذلك ردد دائما قول الله سبحانه قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ من حولك وقوتك لتكون بحول القوي العزيز الشديد سبحانه وتعالى. ودعتكم الله.